افتتح مؤخرا المعرض السنوي لجمعية البحرين للفنون التشكيلية بحضور معالي الشيخ راشد بن خليفة الخليفة رئيس المجلس الوطني للفنون والرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية، والشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار، والشيخة مروة بنت راشد الخليفة رئيسة جمعية البحرين للفنون التشكيلية، بالإضافة إلى حضور لافت من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي والإعلاميين. ويمثل هذا الحدث محطة متميزة تعكس حيوية المشهد الفني البحريني وثرائه المستمر. ويأتي هذا المعرض هذا العام الذي يقام في مركز الفنون احتفاء بمرور 40 عاما على تأسيس الجمعية، ليؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الجمعية في تطوير ودعم الحركة التشكيلية في مملكة البحرين، ويستمر المعرض حتى 15 من الشهر الحالي. اللي ما يتميز به هذا المعرض هو العدد، يعني العدد والرغبة في المشاركة، وكذلك المستوى، مستوى الفنانين والفنانات دائما في تطور وأفكار جديدة واستخدامهم للخامات المختلفة، يعني من الحديد والقماش والتلوين وإلى آخره. فيعني هذا يعني أن هناك في إبداع، هناك في فكر، وهذا اللي يفرحني أنا شخصيا. المعرض السنوي من أهم المعارض للجمعية، واحتفال حلو لنا أن يكون لنا 40 سنة من 1983، وكان الافتتاح في ديسمبر، فشهر دائما مع احتفالات وأعياد البحرين. أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو العادات المرتبطة بنقوش الحنة على قائمة التراث الثقافي غير المادي، وجاء هذا الإنجاز التاريخي بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون المشترك مع مملكة البحرين متمثلة في هيئة البحرين للثقافة والأثار. وتعد نقوش الحنة من أبرز أشكال الفنون التراثية في المملكة، حيث تمثل رمزا ثقافيا واجتماعيا يعكس عراقة الحاضر الماضي وجمال الحاضر، ويرتبط ارتباطا وثيقا بمناسبات الأفراح والاحتفالات، كما يعزز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. يقيم مركز عبد الرحمن كانو الثقافي فعالية احتفائية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية بعنوان جلسة كوب قهوة مع، يستضيف فيها المركز الشاعرة فوزية سندي يوم الثلاثاء القادم في مقر المركز، ويشارك الشاعرة في الجلسة مجموعة من الشعراء والمثقفين. الجدير بالذكر بأن جلسة كوب قهوة هي جلسة ودية مفتوحة بين الضيف ومجموعة من زملائه وأصدقائه وعائلته، يتم التحاور فيها مع الضيف عن إنجازاته ومشواره الفني وحياته وأسرار نجاحه، بينما تكون الدعوة عامة للجميع لحضور النقاش والاستمتاع لتجربة الضيف الشخصية. تعد حرفة الباتيك الإندونيسية واحدة من أعرق الفنون التقليدية في العالم، حيث تمثل رمزا للهوية الثقافية ومصدر فخر للإندونيسيين، كما ينعكس جمال الباتيك في تصاميمه الزاهية والمتنوعة التي تجمع بين البساطة والدقة، مما يجعله تحفة فنية تحمل في طياتها قصصا من التاريخ والحضارة. Batik as a art and culture of Indonesia approved by UNESCO as one intangible cultural heritage. Batik Indonesia, we call it handwritten batik because the process using a very specific tool we call chanting. Only in Indonesia, people make a batik using chanting. Other people produce a batik in other country, they use a brush. The batik for Indonesia, not only for clothes, but also for home decoration and also for handicraft. And then the batik, the process of making batik in Indonesia take a longer time because we use chanting, very traditional tools made with from the bamboo. And then we also now for the coloring we use natural dye. Indonesia rich with natural resources, so that's why we can make coloring with a natural dye. And then through this exhibition, we present the Indonesian handwritten batik with Saudi Arabian pattern and Islamic pattern.
So by seeing this this batik, we hope visitors or also the Saudi Arabian can recognize they can also make a batik like Indonesia, adapting the technique from Indonesia, and they apply the Saudi Arabian pattern as the batik motif. And we hope in the future there is a collaboration between Saudi Arabia and Indonesia, especially to develop to create a batik in Saudi. And also we also can have a collaboration with other countries who participated in this exhibition to make a good batik in the future, inshallah.